انا بالنسبه لي بصراحه من الفئه الاولانيه، اول ما بفكر في التغذيه العلاجيه دايت الدايت، ازاي اقدر اخس واخس بسرعه، يعني دايما دي مشكلتي. هم. بس فعلا في فئه تانية، يمكن انا عندي اصدقاء ليا بيعانوا فعلا من النحافه، وبتبقى مشكله بتؤرقهم جدا، يمكن اكتر من الناس اللي بتبقى عايزه تخسر وزن. دي حقيقه. تملي بقولهم لما بيجي حد العياده عايز يزيد في الوزن نحافه، اصعب من اللي عايز يخس. زي ما انت بتقولي، انا ممكن اخس بسرعه صحيح، باسلوب صح او مش صح، يعني دي قصه تانية بس تتعمل يعني سهل. بالظبط. لكن النحافه بتبقى تملي مشكلتها اكبر شويه، ومبسوطه ان احنا بنتكلم عليها، لان فعلا اي دكتور تغذيه طالع في اي حته الناس منتظره نتكلم على السعرات وازاي اخس وازاي اخس بسرعه ورجيم الثلاث ايام والحاجات دي. مشكله النحافه مشكله خطيره جدا، واحنا برضو هي سوء تغذيه زي السمنه، هي سوء تغذيه برضو ليه عوامل كتير قوي زي ما انت قلتي. طبعا هنسيبنا من الجينات دلوقتي ان هي بيبقى حرق عالي، بس انا باكل طبيعي. خلينا في الاسباب المرضيه. هي ممكن تحصل باسباب مرضيه، منها مثلا زي اللي عنده فرط في الغده الدرقيه، دي ممكن تعمل نحافه او سوء تغذيه، ما بياكلوش كويس. اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي زي السيليك ديزيز، الارستف، حاجات اسمها الريتبل باول ديزيزز، او امراض بتبقى في الجهاز الهضمي مناعيه، فدي بتخلي في امساك، اسهال، احساس بالغثيان، كل الحاجات دي بتخليهم ما ياكلوش كويس. تبقى ساعات كتير حساسيه من الطعام، يعني زي من القمح مثلا، جلوتين، بيبقى فيه مثلا عامل مشكله اسمها سيليك ديزيز، دي برضو من الامراض اللي بتخليك كل ما ياكل حاجه اتعب فبيخافوا من الاكل. في ادويه ممكن تؤدي لكده زي الانتي بايوتيك، زي اللي بياخدوا كيموثيرابي او كيماوي، دي برضو بتبقى بتخلي المعده مش مظبوطه قوي فبتخليهم مش عارفين ياكلوا. السكر النوع الاول برضو الناس بتخس فيه لو تلاحظي. ففي عندنا اسباب مرضيه كتير بتؤدي لايه النحافه. بتؤدي برضو لحاجات كتير قوي، منها نمره واحد نقص الفيتامينات والمعادن. نقص الفيتامينات والمعادن بيعمل لنا مشاكل صحيه في كل حاجه في جسمنا، منها ان احنا مناعتنا بتقل، فتلاقي على طول وزنه مش مظبوط. يعني لسه جاي لي شاب في العياده صغير في السن، خاسس 60 كيلو وداخل شكله زي الفل، يعني هو جسمه مظبوط ما عندوش نحافه، بس جاي بيشتكي. انا مستغربه هو داخل يعني عايز يخس ولا عايز يتخن، بيشتكي بس ان هو تعبان على طول، ان هو بيعي على طول، فده عنده سوء تغذيه. ليه؟ في دراسه يابانيه اتعملت بين الناس اللي خست علشان هي طبيعتها ما بتاكلش زي ما قلتي جينات، والناس اللي خست عشان بتعمل انظمه رجيم غلط. لقوا ان اللي بيخسوا علشان او اللي وزنهم قليل بس اكلهم طبيعي، يعني دي جينات، ما عندهمش المشاكل الغذائيه، رغم انهم لو حطيناهم في الكلاسيفيكيشن هيطلعوا اندر ويت او عندهم نحافه، ما عندهمش المشاكل الصحيه اللي عندهم الناس اللي بتخس بصوره مش صحيحه. فدي برضو الناس تاخد بالها منها. كمان من الاسباب اللي ممكن تؤدي لنا للنحافه الايتنج ديس اوردرز، ودي بتبقى عاده حالات نفسيه اكتر، يعني بنحتاج فيها طبيب تغذيه ونحتاج فيها طبيب نفسي. ويمكن الاميره ديانا كانت المشكله بتاعت البوليميا دي. عندنا حاجتين منتشرين جدا دلوقتي، البوليميا والانوركسيا نيرفوزا. تخضوش من الكلام يعني. انوركسيا نيرفوزا يعني فقدان الشهيه العصبي، ودي بتبقى غالبا بتيجي عند البنات. دي مع تعرض لاي توتر او قلق بيفقدوا الشهيه للاكل؟ لا، ما بتبقاش كده بقى، بتبقى تحت ضغوط عصبيه معينه، غالبا بيبقى ليها يعني اسباب نفسيه. البنت او الست، هي بتحسب الستات اكتر، بتشوف نفسها في المرايه تخينه جدا مهما خست، فبتخاف من الاكل فبتبتدي ما تاكلش خالص، وكل ما يشوفها يقول لها الناس انت خاسه قوي، تبص في المرايه تحس انها تخينه قوي. فدي بتحتاج علاج نفسي مع التغذيه الاثنين. والحكايه دي خطيره جدا، ان ساعات كتير منهم ما بيستجيبوش، فبنضطر ندخلهم المستشفيات يعلقوا محاليل لانهم بيقعوا، يعني بيوصلوا ل 30 كيلو. المرحله دي